ماذا عن آخر الحصيلة بالنسبة للضحايا، وهل ما زال هناك أي أمل يتواجد بعد 3 أيام في الوصول إلى ناجين تحت الأنقاض؟ أولا أن هناك أمل دائما، لأنه المواطنين الذين نجوا فورا هم الذين تدخلوا مباشرة لإنقاذ الناس من تحت التراب ومن تحت الحجارة، وكذلك دفنوا جثة الذين ماتوا رحمهم الله. الآن وصلنا عدد الوفيات إلى 1452 قتيل بإقليم الحوز، عدد الوفيات 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476، وفي منطقة الحوز 1452، وفي منطقة تارودانت أي بإقليم تارودانت 764، وبإقليم شيشاوة 202، و18 بعمالة مراكش. وهناك بعض يعني أوروبي فرنسي أزمة قلبية، خوف الناس الآن خائفين من الرجوع لأن هناك ارتدادات للزلزال. الاحتمال ما زال متواجد لهزات تابعة؟ لا أحد يفهم الطبيعة، الطبيعة تفرض نفسها في الطريقة التي تراها، فهناك تخوف من الارتدادات. أنا بالأمس كنت في منطقة كانت متطرفة جدا اسمها هذا في الكلت، موجودة في الجبل، حينما رجعت بالطريق في السيارة رأيت جزء من الجبل ما زال يسقط وما زال ينهار عن بعد، هذا مخيف فعلا. ولكن اللي مهم هو أن المجتمع المدني بقوة حاضر بقوة، والجيش حاضر بقوة، وكلنا نساهم بشكل أو بآخر فيه.